واتس اب ايفري، السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اتمنى تكونوا بخير وبالف خير. كيف قلت لكم غادي نديروا واحد الفيديو ديال الكيراتين، غادي ندير الكيراتين في شعري. دابا شعري مخربق ديال بصح والزغب الزغبان شفاد ديال بصح، ولكن قبل هذا بغيت نوريكم واحد الاصدقاء ديالي. كاين هذا دودو، هذه الساطه ديالي سميتها سوكا، وهذا قوقا. شي عندك معكم اخوتي، هادشي راه فهمتي، الواحد خصو ينتش شويه. شوف ديروا بحالي نتوما، الا حسيتوا براسكم هرب ليكم ولا ما لقيتوش اصدقاء ولا ما لقيتوش صحاب، فشريو نونوسات وتصاحبوا مع النونوسات وبقاو تهضروا معاهم وبقاو تشكيو عليهم الهموم ديالكم. وهنا كيف كتشوفوا عندي واحد الحائط هنايا اللي هو الماريو ديالي، كنلصق فيه شي افكار، وبغيتكم حتى نتوما تعطيوني شي افكار. بحال مثلا هنا المعنى ديال هادي يعني يوتيوب، فهمتي، يقدر يرجعك ستار. الا عندكم حتى نتوما شي افكار وبغيتوني نلصقهم هنا، صيفطوهم ليا في الانستغرام ديالي. ها هو الانستغرام ديالي، غتلقاوه هنايا. واتساب 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 واتساب. المهم دابا حنا غنمشيو عند الحلقه. دابا كتشوفوني دابا راه داير كاسكيطه، ولكن من بعد غنحيد الكاسكيطه غادي نعجبكم. ملي كنجيو هنا كندخلو كنلقاو هادي كتسنى فينا. اوكي، سلام عبد الحق. لا هي اللي غادي لك الكيراتين. بزاف الناس كيسولوني على الكيراتين، واش نديرو، واش مزيان، واش كاينين شي اثمنه مناسبه، شنو هما الاثمنه اللي كاينين كاع في كاين بزاف ديال الاثمنه، ولكن البرودوي اللي كيكون مزيان راه معروف الثمن ديالو، ديما حاجه لا فالور ديالها كتكون طالعه في البري ديالها، راه كتكون حاجه مزيان. اما اللي كيكونوا موان شير راه ما كيضربوش واحد لو طون اللي هو كيكون واحد 6 موا 8 موا 10 موا ما كيكونش. اما ملي كتاخذ برودوي شويه الثمن زوين وكيكون برودوي مزيان وكيضرب لك حتى الان. اصلا الشعر ديالنا فيه الكيراتين، فيه الكيراتين. غير شنو اللي كيخلي انه يفقد داك الكيراتين ديالو؟ هما دوك لي شامبوان اللي كنستعملو، لي شامبوان كيكونوا فيهم دي برودوي ماشي كومباتيف مع الشعر، كيكونوا بحال الكول، بزاف د الحوايج كيكونوا عاوتاني، وحتى البوليسيون كتكون حتى هي الاضرار. وحتى بنادم خصو سميتو ياخذ برودويات باش يسواني الشعر ديالو باش يبقى ديما سيكوريزي. اول حاجه غادي نديرو غادي نغسلو الشعر بالشامبو ديال الكيراتين، كيبقى واحد لو طون ديال 15 مينوت باش الشعر يشرب ليه الفي ديال هذاك الشامبو، باش منين نديرو الكيراتين يدير خدمته. اوكي دابا غادي نمشيو نغسلو شعرنا وغادي نعاودو نرجعو ليكم. كما كتشوفوا سرينا الكيراتين الأسامة، ها هي الريزلتا، حتى من لي غاسين ولا لونغور ولي بوانت كلشي كما كتشوفوا كلشي مسرح، حتى من لا فرونش، ها انتم كما كتشوفوا لا فرونش حتى من لي غاسين مسرح، حتى من الوسط هاي الزغبة اللي كتشوفو، كتبان لك مكاينش التموجات والهرس مكاينش. هانتوما كيف كتشوفو، ها هو الشعر، شتي فوالا شتي. هادشي اللي كاين، نتمنى يعجبكم الفيديو، تكونوا استفدتوا شويه وعجبكم التحدي اللي طلبتوني عليه نتوما، اللي قلتوا لي انكم بغيتوا ديروا هذا الفيديو هذا وبغيتوا تعرفوا شنو هو كيفاش كيدار الكيراتين وهاد اللعيبات هادي. سو بعدا كنكون سالي لهذا الفيديو، جا نقول لكم واتساب ايفري تالاو.